رسمنا من خلالها هدف طموح هو القضاء على أمراض السمنة في المملكة، ورسخنا مفهوم مهم جدا عند السعوديين. أعتقد اليوم يعني اكتملت القناعة لديهم بأن السمنة هي مرض، مرض فعلا. إنجازات كثيرة، ما هي الحصيلة اليوم وما هي أبرز إنجازات هذه الفقرة؟ قبل أن نرحب بعراب هذه الفقرة الدكتور عايض القحطاني، خلوني أشوف هذا التقرير معكم طبعا لمحمد الحبيب، نتذكر شوي بعض الحالات نتابع. احنا سوينا فحوصات، خليني اشوف اناقش معك في الفحوصات ايش وجدنا فيها. حالات عديدة تم علاجها على يد الدكتور عائض القحطاني بعد الله سبحانه وتعالى بمختلف الأمراض. هذه الحالة كانت تزن بحدود 200 كيلو ويصعب عليها الإنجاب. أثناء الحمل الحمد لله مع المتابعة المستمرة وكذا، زيادة الوزن البسيطة يمكن في آخر شهور الحمل بدأت تأثر على ظهري، بس بعد الولادة كان نزولي في الوزن اللي كسبته أثناء الحمل كان أسرع. ياسر أيضا حالة عانت من السمنة بمعدل 250 كيلو تقريبا لسنوات طويلة، وخلال سنة من العلاج عاد للوزن الطبيعي الذي يقارب 70. أحمد الله عز وجل، فرق شاسع جدا. كنت شخص والآن أصبحت فعلا شخص مختلف بجميع المقاييس في جميع أموري الحياتية، العلمية والعملية، الاجتماعية، النفسية، يعني تغيرت على جميع المستويات. يعني فعلا أعتبر نفسي أنا الآن بدأت حياة جديدة. إكلاديس حالة من بريطانيا فضلت عمل العملية في السعودية رغم وجود هذا النوع من العمليات في بلدها، ويتقارب بحالتها ختام التي غادرت إلى الكويت بلا عودة بعد زيارتها السعودية لإجراء العملية ونجاحها، من خوف وعدم تطمينات في عدة مستشفيات من أن وزنها الذي قارب 300 كيلو يصعب عليها إجراء العملية خوفا على حياتها. في المنزل والله كنت ما أقدر أتحرك، كنت تعبانة من سنة ونص كله، يعني قاعدة ما أقدر لا أقوم لا أروح غير يعني في العربانة. العديد من الحالات تم علاجها حتى بما يختص بالأمراض الوراثية وتغطيتها تباعا على برنامج يا هلا. أهلا وسهلا بك دكتور عايض، استشاري جراحة المناظير والسمنة. دكتور عايض القحطاني مساك الله بالخير، شكرا لك. الحقيقة مرت سنتين يعني كان فيها كثير من الحالات والإنجازات يمكن الترح في البداية والفرح في النهاية. أيضا حقيقة كنا شركاء معك، كنت شريك معنا، نشكرك الحقيقة على وجودك معنا دائما في أهلة. لكن ودي تتذكر معي أبرز الحالات اللي لا زالت عالقة في ذاكرتك وتعتبرها من أبرز إنجازاتك. أولا شكرا أخوي علي، وشكرا أيضا للفقرة. أنا يعني ما كنت أعرف والله بالمحتوى، فشكرا جزيلا علي للجمع الحالات. على فكرة لأن بعضها أحيانا ذكر واحد وذكروا بأحداث كثيرة جدا مع هالحالات يعني. ويمكن أنا حجاوبك على سؤالك أخوي علي، ولكن جزء من الأشياء اللي خلال هذه الفترة أتمنى عرفنا، تعلمنا كممرضين، تعلمنا كأطباء، تعلمنا كتخدير، تعلمنا كمرضى. وأنا كثير من الناس مبسوطين جدا هم يشوفون هالرؤية، لأن لا نركز فقط على المريض، المريض يعرف هالشيء ونعلمه
مثلا انه والله كيف يجب ان يكون تخديره، فالمخدر ايضا يتعلم اللي ما يتعامل مع هذه الحالات، انه في اليات معينه. الممرض نعلم المريض كيف المريض الممرض يتعامل معه، بس ايضا الممرض يتعلم والجراح يتعلم، كلنا نتعلم يعني الفقره. فهذا شيء ممتاز جدا من الحالات فعلا اللي مرت معنا وكانت خطورتها عاليه جدا. امانه عبد الله العنزي يمكن مر حوالي قريب من 400 كيلو، ختام من الكويت كانت تقرب من 250 أو شيء كيلو، وكان عندها مشاكل سواء في القلب أو في تخثر الدم في القدمين أو ما إلى ذلك، أو ارتفاع ضغط الشريان الرئوي. فهي لا شك من الحالات الصعبة، من الحالات اللي فعلا يعني نجد في مريم النفيعي في مجموعة من الحالات اللي أيضا ما عرضناهم في التقرير أو ما عرضوا في تقرير اليوم، لكن فعلا هناك حالات تجد. والله يا أخي علي أنا أعرف طبعا أي طبيب وجراح بيأخذ قرار لإجراء عملية بيكون عنده مقومات النجاح والفشل، فهو بيبحث عن مقومات النجاح ونبحث نقيم المريض هل هذا أو هذه الحالة مصلحتها في إجراء العملية وفائدة العملية لها وخطورة العملية قليلة عليها وبناء عليها نجد العملية. لكن على الرغم من أن هذا التقييم يصير يبقى عندنا إحنا اللي هو الضغط النفسي. إحنا كجراح أنت تدخل العمليات وإنت مثلا تجد انك امام يعني عمل كبير جدا يجب تركيزك يكون شديد فيه، الفريق كله احنا الزملاء اللي دخلوا معي العمليات ويعرفون هالشيء. انا من الناس اللي مش انه والله اقول انا طيب ولا مش طيب، انا من الناس اللي اعي واعطي كل شيء او نقطه، مش انا ماني من الناس اللي يترك العمل المخدر لوحده وعمل الممرض لوحده. كل هذه الامور يعني ربما خطا او صواب لكنني انظر لها كلها مع بعض في المريض، وبالتالي هذا يضيف عليك ضغط أنت كجراح أنك يجب من هذه الأمور ما تترك منها أي فقرة في الصغيرة والكبيرة. حتى قبل العملية مع الزملاء اللي بيشوفوا المريض يعني أحيانا تجد أنهم طلبوا فحوصات وأنا رماية مكتملة، أعيد المريض ونعيد الفحوصات وأكلمهم بالتليفون ولازم نعمل فحوصات إضافية. فكل هذه فعلا دروس تعلمناها خلال هذه الفقرة، والذاكرة مليئة بالأحداث خلالها، والحمد لله أن أحداث ناجحة، لكن لا شك فيها من السترس أو من العبء عليك أنت كجراح أشياء كثيرة جدا. نعم، ما تقول لي أبرز الحالات اللي كانت معك ناجحة ولا زلت تذكرها؟ والله أنا يمكن عبد الله العنزي أخوي هو يعني من الناس، أخوي علي العنزي من الناس اللي طلعوا وكان حزين جدا لأنه ما وجد علاج وما وجد مساعدة، يمكن وزنه قريب من 400 كيلو والحمد لله أجريت عمليته والآن نزل 170 كيلو من 400، وهذا شيء ممتاز وسعيدين جدا فيه. في تقى طبعا البنت تقى من الأردن لا شك لها دور كبير أنه في الذاكرة، يعني لأنها فعلا الحمد لله يعني أمر بها خادم الحرمين الشريفين وتم علاجها وعادت إلى الأردن، وكثير من الناس يسألوني كم وصل وزنها والحمد لله أنها نزلت أكثر من 70 كيلو أو ما يشابه ذلك، وهذا من الأشياء المهمة جدا. في الطفل اللي عمره سنتين ياسر الزهراني، وهو من الحالات النادرة عالميا وعرضنا في مؤتمرات دولية، في يعني أيضا ختام من الكويت، ففي حالات والنفيعي وغيرها لما تشوفهم حالات معاناة بغض النظر إنهم إني مثلا عملتها وما عملتها، لكن لما تعيش معاه الحالة، ويمكن في حالات حتمر معانا آخرها اليوم علي إن شاء الله يشوفونها المشاهدين الكرام، اللي الحالات اللي لما تعيش معاه حالتها تكون كيف المعاناة، يجونك في العيادة تجد ما في أمل في الحياة، يعني بعضهم يبكي في العيادة ويحس إنه محروم من الحياة خلاص، وتجد بعد كذا إنك غيرت مجرى حياة الإنسان وحولتها إلى حياة ممكن يعني إنه يمكن يعيش، ممكن إنه في أمل في الحياة، في أمل في عدم الاكتئاب، في أمل في إنه الله سبحانه وتعالى يجعلهم يروحون ويجون يتحركون من ناس على كراسي متحركة إلى ناس يعيشون حياتهم. وهذا اللي قلناه في مؤتمر أمريكا لما قلنا لما يجيني طفل أو صغير أو إنسان يمت على مقعد وحوله من مقعده أو من مرض سمنة أو مرض ضغط أو مرض سكر إلى واحد يشفي تماما بإذن الله، هذا بحد ذاته أكبر قيمة أخلاقية طبية ممكن نقدمها للمريض. نعم دكتور عايض، اليوم ما راح نتكلم في موضوع، احنا خلصنا، كنا نبغى حلقة تنحو منح التكريم على 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 جهدك طوال سنتين، وهي اعتبرها تحية من أهلها وتحية من مرضاك الحقيقة أو اللي صاروا الحين أصحاء الحمد لله. لكن في سنعاود من يوم السبت المقبل أيضا طرح مواضيع في ملف السمنة. أشكر حضورك في استديوهاتنا في الرياض، ألقاك نعم السبت المقبل. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، شكرا لكم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا، ألقاكم غدا في أمان الله.